يسافر بزاف ويعتمد على نفسه ويسافر بامكانياته ويجي يعرف يطيب. يعرف يطيب ومن ذاك يخلط شويه هذا لازم يكون اكثر عرف. طيب مليح ولا والو؟ صحابي اللي يطيبوا مليح شويه، انا شويه نخدم. صحابك اللي يخرجوا معاك؟ صحابي اللي يطيبوا مليح. بصح تعرف خير الاماكن اللي تروح تسافر فيها؟ لا بيان سور لازم. خلينا نبداو مع حكايتك مع السفر، وقتاش بدات؟ السفر بون السفر تاع كل نهايه اسبوع. بدات عندها 13 سنه هكذا. اي ما شاء الله. 13 سنه من العام اللي جبت الباك. مشغول كما يقولوا تفتحوا الباك. عندك 13 سنه وانا في هذا الريتم تاع كل نهايه اسبوع نخرج. يعني وليت لي بركي ديت الباك شغل استقلاليه. كاين استقلاديه شويه خير من قبل. حتى القرايه ما تكون شارجي بزاف كما يقولوا. والوالدين ما يضغطوش عليك بزاف كان. اصلا من زمان ما يضغطوش علي الحمد لله، مي شغل تليبيرا كي تخلى باك تليبيرا ما خير. وشي اللي عاوناه هي المنزل تاع الصديق ديالنا، في عندهم منزل في مكان استراتيجي تسمى قدامه بزاف اماكن سياحيه شابه. وين هذه القريه؟ قريه تالنت زرت في تيزي وزو. اي ما شاء الله. تيزي وزو منطقه استراتيجيه كما عاونتنا بزاف، تسمى تقدر تسمع عندك المبيت تجي على الحج الاول عندك وين تبات تسمى كي تروح. يعني الانطلاقه تاعكم تبدا من تيزي وزو تروح تما بعد بدا الريت تاع الباك. أحسن سنة عادية ومن بعد نغيروا بيان سور ماشي كل ويكاند تما هكذا، لكن عندها عامين راني فتحت صفحة في مواقع التواصل الاجتماعي وليت نشارك الناس التجارب ديالهم. تجارب تاع الخدمة ديالهم. ومازالوا صاحبك اللي عنده دار في القرية؟ مازالوا بيان سور، هذاك لازم صاحبك تما ما تعديش كاع. وانتم كنتوا جروب يعني مجموعة من الشباب؟ احنا أصدقاء، احنا أبناء الحي كما يقولوا. أبناء الحي نخرجوا كيف كيف. اوكي هكذايا وكل خطره تبدل المجموعه بيان سير بون على حسب الظروف، على حسب اليوم واش خدام، على حسب اللي راهو ديسبونيبل. اللي يكون ديسبونيبل هو اللي يجي. واش مجال دراستك؟ انا مجال دراستك اللي عندك دايما؟ قريت ماركتينغ. ايه ما شاء الله ماركتينغ. والماركتينغ التسويق يعتمد بزاف على الصوره صح؟ نعم. باش تروج المنتوج لازم تركز على الجماليات. على صور الجماليات نعم. وانت دوكا راك تسوق في صوره الجزائر صح؟ في صوره الجزائر نعم. وش الجزائر؟ قاره الجزائر. وش ابرز الولايات اللي زرتها في الجزائر؟ شحال من ولايه؟ نقول لك واحد دوكا نحسب لي دست عليهم برك ولا لي بت فيهم اللي تعرفهم مليح اللي ركزت عليهم وروجت لهم كسياحه. لحد ساعة نقولوا في الصفحة، خاصة في الصفحة كاين واحد 20 ولا 25. مي بالك نقول لك واحد لحق بالك 40 دست عليهم، بصح مازال ما ركزت عليهم في الصفحة، بالك دست عليهم من قبل. اوكي. العوام اللي فات. ديجا احنا الولاية الوحدة راهي بلد. صح. تزورها كاع. الولاية الوحدة أنا على سبيل المثال سكيكدا. سكيكدا ما صافي يعني في عامي من بديت الصفحة. كل عام سمع نعاود نولي لها واحد طروا فوا وتكتشف حاجه جديده وكل ما نولي لها سمع نكتشف ثلاثه اربع اماكن جدد. خلاص. ويقول لك حلاوه هاد الناس اللي يحبوا السفر والرحاله خاصه واللي يروحوا في مجموعه كما يقولوا يروحوا يتمرمدوا شويه لكن فيها حلاوه. لا كيما يقول عادل. كيما يقول صديقنا عادل. شكون هو عادل؟ عادل الصديق تاعنا عضو معكم عادل الطويله نقولوا له يعرف روحه. عضو معكم في عضو معنا في السفر تيتولار كيما يقولوا. الخرجه بلا مشاكل ما راهي خرجه. صح يقعد ذكريات. صح الذكريات تيبقى والخرجه اللي يكون فيها المشاكل. بون ما نحكوش مشاكل تدي روحك للتهلوكه ولا تدي روحك. اكيد. المشاكل اللي تجوز مشغول على خدع. اها. هذيك هي الخرجه اللي تبقى لك مثلا واش اكبر مشكل اللي وقعتوا فيه خلال سفرياتكم؟ اكبر مشكل هي في جيجل بتنا في واد وكانت هي جيجل قالوا بلي حاجه جايه عاصفه وحتصب الشتاء. ايه. لا شغل قلنا معليش بالك جايزه ولا كيما كان حاسب بالشتاء كبيره وراب واسمو سقوط حجاره حجر الحجاره صخور مع الصاده تاع بين الجبال هكذا بدا الحس كبير على 4 تاع الصباح. يا الله حنا عم بالنا القيامه خلاص. واحد يجري واحد مقطع لاطونت هارد يجري في الظلمه الاخر داخل لاطونت خلعه كبيره. وقتاش هذه؟ هذه عندها العام اللي فات. العام اللي فات في سيبتمبر. ما صورتوش ما سجلتوش ما تقدرش كاع تفيد هذاك ما عندك ما تقدر خلاص انا بالي كان عن بالي خلاص يعني الصور اللي نشوف فيها الان كلها براحة البال صورتوها براحة البال. هذه براحة البال لهنا براحة البال. هذه وين المنطقة بالشبه؟ هذه رانا في سلسلة جبال جورجيا هنا طالعين قمة لالا خديجة. رابع أعلى قمة في الجزائر. ما شاء الله. هذه في الربيع ولا هذه في عندها في اوكتوبر في نوفمبر اللي فات. نوفمبر
مازال الحل ما رائعة. هذه وين؟ هذه من أجمل بحار تما اللي في الغزوات. هذه هي الغزوات نعم، بحر برباجاني، شاطئ برباجاني. واو شاطئ صغير، نتمنى ان شاء الله نحافظ عليه. باش تلحقوا له بالفلوكه ولا بال هذا تقدر تروح له بالسياره وتقدر تروح له بالفلوكه. هي من الافضل بالفلوكه خير، خاطر باش ما ترفد ما تحط كما يقول. يعني الخرجات تاعكم غير في الصيف؟ لا لا ما تروح غير البحر. لا 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 ما في الشتاء. كاين ثلج؟ الشتاء كاين ثلج كاين. وين رحتوا كامل؟ هاو جاك انا ويبر كاين ويبر. هذا ولا شريعه؟ هذه شريعه، هذه شريعه، هذه شريعه نعم. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. هذه ثاني بزاف شبان، هذا ثاني شاطئ واحد اخر. هذا وين؟ سيدي مروان، هذا بشلف. تنس ولايه تنس. يعني تقريبا كل الصور نشوفكم غير انتم فيها، يعني ما كانش سياح يزوروا المنطقه. طريق مغلوقه ما يعرفوش المكان. لا لا شوف كما يقولوا كاين فئه تاع الناس اسم ما نقولوش عاديين، ولو كاين للمغامرين هذوك. أيوه. هادو اماكن يعرفوهم مغامرين. بون المغامرات البسيطه، ما نشرح المغامرات تاع خطيره المغامرات البسيطه. وين تكمل المغامره يعني. كي تقول مغامرين يعني الاماكن تكون واعره باش تلحق لها. تكون واعره باش تلحق لها كما هاد الشاطئ تاع المغامره. يقولوا بلي بزاف واعر، ما تقدرش تهبط يعني مع صعيبه شويه الهبطه ديالو. لا تاع كيما تاع تنس لا لا ساهل. ساهل تلحق حتى بالسياره حتى للشاطئ. اوكي حتى للشاطئ لكن كيما يقولوا المغامره بانت الناس اللي تطلع كيما دوكا راهي تريسكي في الثلج وتطلع اسمها هذيك مغامره بلا ماتيريال بلا هذيك مغامره وماشي مليحه. المغامره اللي ماشي مليحه هذيك خاطر المغامره هي كي تقول مغامره تكون عندك الماتيريال تاعك نيسيسار وتستمتع تستمتع وشغل موجد لها. صح ماشي تروح خاطر نشوفوا الناس هي تروح هي تنتحر. دوكا البارح شفنا فيديو كان دار حاله التعليميه المدنيه في جبال جورجولا، راحوا انقذوا شخصين قريب ماتوا يعني في قريب ماتوا. ما تريسكيش دوكا، كاين استمتاع وكاين تريسكي ماشي كيف قلنا احنا المشاكل اللي صاروا في الخرجات صح ماشي في المشاكل هذه. المجموعه اللي تسافر معكم شحال عدد افرادها شحال الضم؟ انا شوف كاين واحد ثابت والاخرين متغير يتبدلوا. هادو يتبدلوا يعني اللي تشوف اللي قباح وسمو يتبدل. حنا عادي كيما يقولوا الانضباط كيما يقولوا. والسفر معكم والخرجه معكم مدفوعه التكاليف اشتراكات ولا كيفاش؟ حنا كاش نديروا؟ حنا قبل ما نخرجوا حنا اسمها عاده اسمها يقول لك لي بون كونت فون لي بون زامي. عادي هكذا حنا وما يخفى عليك شيء بزاف ناس تقول بالك تاخذ هذا الكوتي تاع الدراهم تقول لك لا سيريان. لا الكوتي تاع الدراهم هو صح خاطر هو اللي يقدر يفرق جماعه هو يقدر يخلي الجماعه تكمل. وحنا كيما جماعتنا الحمد لله دوكا كيما قلنا 13 سنه بون ليكيب تسمى اللي يجوا دائما معايا لا بليبار دو طون تسمى حنا ما عندناش كاع مشكل تاع الدراهم. تسمى واحد يصرف كاع يحكم لاكاس يصرف كاع الخدمه التكاليف كامل. واش كاين من الباركينغ حتى الشيبس حتى كلش العفايس كاع هو يصرفهم. كي نلحقوا نعاودوا نولوا للحي ناكلوهم شيبس ناكلوهم كلش البيض بالطون ياودي تبارك ما عليناش. على كل حال ما يسقاموش خرجت تاوعنا لحقوا للحومه قال يا ليكيب هاي طاحت لنا طون نقسموا على شحال كنا حنا. ومن بعد اللي عنده او يخلص اللي ما عندوش ما يخلص لي ايتيديون خلص قيس ايتيد كي عنده طاريف ايتيديون لي شومر عنده طاريف شومر. تسمى شغل دار ماشي حسابات بيناتنا حنا اصحاب كما يقولوا. مي وشنو شغل كي نكونوا كاع عندنا دراهم نتقاسموا كاع بالمساواه واللي ما عندوش ما يخلصش. طيب محمد امين كيفاش تخيروا الوجهات اللي تروحوا لهم؟ الوجهات اللي نروحوا شوف انا لحد الساعه راني نتبع اغلبيه الصفحات تاع السياحه والمغامرات. راني نتابعهم وراني نشوف غير نشوف ما كان عجبني كما يقولوا ندير كابتور ديكرون هذيك وناخذ المعطيات تاعو اللي نسحقهم كامل قبل ما نروح. اوكي وراه مريح في هذيك ما انا كومبلي راني خدام حتى يلحق الخميس. حتى ما نقدرش ندير بروغرام زي ما نقولوا من بلدك نقول لك كما اليوم انا الاربعاء ما نقدرش نقول لك الويكاند وانا رايح. ما نقدرش نعرف على حسب الاحوال الجويه وعلى حسب دوكا كما يقولوا انسان كما دوكا راني متزوج وعندي طفل عندي مسؤوليات كما يقولوا ان شاء الله. تسمى شغل لازم تعرف وين تحط العائله تاعك. بون العائله تاعك بالك يحبوا يجوا معاك بالك لا تسمى دير حسابك الحسابات كامل باش تقدر تعرف وين تروح هذاك الويكاند. لو
ممكن نسقسيو وكالة السياحة وأسفار، يعني الجانب التجاري والمادي هو اللي يسيطر أكثر شيء، صح؟ نعم. يحوسوا يدخلوا دراهم. يحوسوا يدخلوا. بالنسبة لكم أنتم واش راحين تستفادوا؟ كثير من الناس راهم يسألوا دركا أكيد. يسألوا كيما أنا واحد متزوج ما شاء الله عليه، عنده عيلة وعنده أسرة، عنده مهنته ولا دراسته، ويتفرغ للجانب السياحي ويخرج مع مجموعات. أنت المتعة نتاعك هنايا ولا الهدف نتاعك هو أنك تربح أموال من خلال الخرجات ولا أنك تسافر فقط؟ أنا شخصيا أنا إنسان يحب هذا الشيء. أوكي. تسمى أنا بالصفحة ولا بلا صفحة، بوكالة ولا بوكالة، أنا نخرج. أنا نقول لك عندي 13 سنة وأنا هذا الريف. بالسيارة بلا سيارة، أبي بالدراجة الهوائية، بدراهم بلا دراهم نخرج. دات لك ورطي ودات لي دراهم. بصح. نخرج. أنا نخرج من الروتين تاع السمانة. ما كيما يقولوا عفسان حبها كيما يقول. ودوكا كي جات الصفحة. احنا انا اصلا نحب نشارك كي كنت زعما نخرج في مغامره ولا نخرج في تحويسه، كي نولي للدار كي نبدا نحكي مع يما، نحكي مع اصحابي، مع اللي يخدموا معايا، ونحس يعجبهم الحال ونفرح لو كانوا هما يديروا كيما انا ويروحوا لهذيك البلاصه ويجوزوا يوم شباب كيما انا جوزتو. اسمع، هذا هو الهدف الاول من الصفحه. شغل ماذا بيا نحطوا بالك الناس هذو اللي راهي في القوقعه، شغل مريحين في قوقعه في الحومه، الفيد صح ما تخرج الفيد هذاك واش يدير ويدير السلبيه. يعني الغرض باش نوضحوا فقط، لانه الغرض ليس لانه سبق لنا لا ليس بتجاري، حاضرين معنا ممثلين عن وكالات سياحه واسفار، ويعني ما حبوش هذه الفكره، قالوا انه صفحات اللي تروج للسياحه من المفروض وظيفه تعمل لوكاله سياحه واسفار، هي اللي عندها الضمانات انها تخرج مع ناس لهم كل الوسائل والامان ايضا. ما قالوا يعني ماهيش مقننه، ممكن الانسان كي يروح يكون في خطر، يمكن تصرفات. لا اختي انا راني معك، انا فهمت دوك واش تحب تقول. احنا ماشي وكاله سياحيه نخرج ناس بالدراهم ولا. اوكي. احنا عباد نخرجوا لاماكن وانا نشاركوا الناس التجارب تاعنا. اوكي يعني نعطولهم معلومات. يعني ما تنظم حالات ما نظموش حالات، احنا التجربه تاعنا ندوها للناس والناس بزاف تستفاد. واللي حاب يجي معاكم مرحبا. بون على كل حال مازال دوك انا شغل ماذا بيا في الجروب تاعي برك لو يجوا معايا. يعني ما جاوش ناس لا ما جاوش خاطر، وعلاش حنايا احنا كما يقولوا البليزير تاعنا تاني باش ما ننساوهاش. دوك ماشي نخمم انا على الصفحه نفيلمي صوره صفحه، انا تاني عندي البليزير تاعي في الويكاند هذا. الويكاند نخرج ماذا بيا انا البليزير تاعي يكون نستمتع بالمكان هذا كلش، والحدث الدوزيام نشارك تحل التخييم ولا لا الامن ولا لا شحال يستقام لك، شحال يستقام لك السفر هدايا، بزاف معلومات للناس تستفاد من تجربه الجزائر. الجزائر فقط لا اسم جينيرالمون منا من ان شاء الله ماذا بينا نحن على برا ثاني. ولدك عندنا كاين متابعين من شويه من تونس، شويه من مصر، شويه قلال على كل حال. شنو اكثر الاسئله اللي تجيك محمد امين؟ وشنو واش يسقسيوك بزاف الناس؟ يسقسيو وين تركن السياره فاريكزوم وين تركن السياره، اسكو المكان امن، اسكو المكان عائلي ولا ماشي عائلي، اسكو نقدر ندي العائله كما يقول لك هكذا. بزاف هادو هما لي كاسيون لي جوني بزاف. هذا مشكل كبير في الجزائر، لانه انتم كشباب دوك دير مجموعه مع اصحابك تروح عادي، يعني تصيب وين تروح، تحب تبات برا تحب، لكن بالنسبه للعائلات مشكل كبير. العائله الجزائريه سياحه غاليه للجزائر، ما تقدرش تدي عائلتك كاع وتكري لهم في لوتال ولا وما تخرجش بيتهم برا، وما تقدرش تغامر وتخرج عائلتك معك كما قال برا. هل كاين بعض الاماكن اللي تقدر فيها نوع من المغامره لكن فيها امان، يعني واحد يقدر كاين على سبيل المثال برك غابة الميداد هذه. ايه غابة الميداد في ثنية الحد تمثيل تقدر تدي العائلة وتقدر تدير التخيم تاعك، تخيم معاهم الاز. اوكي. تقدر تديهم وتخيم معاهم الاز، علاش؟ خاطر السكان تحية السكان المنطقة اللي واقفين عليها. صح. خاطر على بالهم حضيرة وطنية هذيك ومصدر رزق كما يقولوا. كاين تسمى احنا بون نهار بت انا مع صحابي على كل حال
كانوا يجوا من سكان المنطقه يجوا يدوروا على قرب ديال المخيمين اوكي يشوفوا هذا بالك جاب ممنوعه هذا جابوا سمو هكذا يحفزوهم. هذا جاي ديرك هذا جاب يعني عسين المكان وعسين المنطقه يعني كاين كاين بزاف مناطق ديال العائله. انا اصلا كاين من داك ويكاند مع الدار من داك مع اصحابي. كونتوا صداقات مع عرفتوا بناس اهالي المنطقه؟ تعرفنا انا معاه. هذه العبسه المليحه، هذه مليحه شغل العبسه، شغل تاع وين تروح تعرف ناس جدد. وكاين موقف اكشف عليه رحت لكش المنطقه حصلت بالك ما عرفتوش وين شخص عاونكم؟ كاين بزاف مواقف والله بزاف مواقف. على سبيل المثال خطره رحنا البنيصه فهاديه ورحنا مع وليد خالتي، على كل حال دارها قد راسو السياره ما كان ني كونترول تكنيك ني لاسيونس في زوج ميتين وحصلنا تما رايحين حنا على جات جورنيه البحر هكذاك وحصلنا تما. نحاولكم الوثائق، نحاولنا وثائق لي جوندار حيدوا لنا كاع. انا واحد ديال الجوندار هذاك قال لي واش قلت له ديه خلاص مش هذا مش هذا. من سكان المنطقه هذاك فاميلته من البعيد كما يقولوا، البعيد جا جبنا للدار وشغل نقول لك وكلنا ماكولات باك هو ما ياكلهم ما شاء الله. دخلنا خطره قرعه كوكا درت اشاره مشروب غازي ما يحتاجش الاشاره. دخلنا قرعه درنا حاجه قالنا تزيدوا تدخلوا حاجه نحوسكم من داري ما شاء الله. باش شو قيمه الكرم تاعكم؟ شحال قعدتوا عندو؟ شحال قعدتوا عندو؟ ثلاث ايام. ثلاث ايام؟ ثلاث ايام ولا عرفت ايام والله ما حبيت الغنى. ما شاء الله ناس تحيه لها ما شاء الله جزائريين فيهم. لا لا جزائر وكاين بزاف مواقف ماشي غير هذا، كاين بزاف ما نقدرش نشفي عليهم كامل، كاين بزاف مواقف. وراكم برمجين خرجه اللي جايه القريبه؟ انا والله راني معول ان شاء الله عين الصفراء. عين الصفراء؟ عين الصفراء. علاش بدات عين الصفراء؟ عين الصفراء خاطر فيها بزاف اماكن سياحيه وماشي بون ماشي معروفه بزاف. شكون اللي خبرك عليها؟ انا نتبع في صفحات ما صفحات نتبع نقول لك لي ديتاي صغار كامل نتبع نشوف عفسه تعجب نديها. يعطيك الصحه. المنطقه اخر سؤال، اكمل منطقه زرتها لحد الان؟ ما نقدرش نقول لك كاين بزاف. ما كاينش حاجه اللي حبيتها بزاف ارتحت فيها بزاف وما دام تعاود تولي ليها؟ كاين تاغيت. تاغيت كاين تاغيت كاين كاين سكيكدا سكيكدا اللي ما كاين بحيره اوغلمين في تيكجدا. كاين بزاف اماكن تسمى شغل الجزائر عميقة. يعطيك الصحة عليك محمد، نورتنا بحضورك، حبينا بزاف خرجاتك وان شاء الله نكونوا معاك ان شاء الله في الجمعة ان شاء الله في الاخر. مرحبا مرحبا بكم. اذا مشاهدينا الكرام مازلنا متواصلين معكم، مازلنا نترحلوا معكم من خلال محطتنا، فاصل قصير ونواصل، بقوا معنا.